بالنسبة لمشروعنا هو مشروع يساعد على تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير فرصة عمل للنساء وخاصة المرأة الريفية وتفعيل دورها بالمجتمع وتأخذ يعني فرصة من حريتها وخاصة في مجال العمل. بدأت هذه المهنة تنقرض وأنا حاولت بجهد الإمكان أحافظ عليها وجددها مرة ثانية وجمعت عدد من العاملات اللي لهم هواية بهذه الحرفة من أجل الحفاظ على هذه المهنة وتطويرها نحو الأفضل والأحسن وتفعيل دور المرأة في المجتمع. العمل تراثي ويمثل الطابع الجنوبي وعندنا هاي الأعمال عندنا متعددة. نعمل الإيزار اللي هو بالإبرة وهو أعمال تراثية وأعمال يدوية، ودخلنا هذا العمل التراثي على الملابس حفاظا عليه يعني بيكون بأجمل صورة. مشروعي صار لي 4 سنوات أشتغل تومين ذاتي، يعني معتمدة على نفسي وعلى بيع المنتوج. كان المنتوج نبيعه يعني قليل، مو ذاك التسويق، بس هسه جتنا فرصة نعتبرها فرصة ثمينة من الحكومة. زارانا وفد من البنك المركزي العراقي للمشغل مالتنا اللي يضم عدد من العاملات، وشافوا وضعية العاملة وشون شغلنا، يعني شغل شاق وصعب. اشترى كافة منتوجاتنا اللي كانت عندنا متكدسة لمدة 4 سنوات، وبناء لنا مشغل يخص خاص بالعمل مالتنا وتجهيزه بكافة الآلات والأدوات اللي نستخدمها بالعمل، ووفر لنا مكان يليق بالمرأة العراقية. فكان عدد العاملات 50، هسه الحمد لله والشكر من خلال مبادرة الحكومة العراقية أكدوا على توفير فرصة أكثر لعدد العاملات وزيادة العدد. بمناسبة عيد المرأة أقدم أزكى التهاني والتبريكات للمرأة وخاصة المرأة الكادحة والمرأة المكافحة، واعتبر المرأة العراقية امرأة قوية وشجاعة، واتمنى لها كل الخير والسعادة والتوفيق نحو الأفضل والأحسن.